انا بطمح لشخصيه معينه في بعض بيقول مثلا مش على طول بتطمحي على قد ما هو لا انا حطاها في الكاتب بتاعي ان انا نفسي او في ناس مثلا مباشره ممكن يقول رئيس الجمهوريه على طول رد فعل على طول حد يسال السؤال رئيس الجمهوريه لا انا طبعا اكيد شرف ليا بس انا دايما بيبقى بحب ان الموضوع هو اللي يفرض نفسه على الـ على ال يعني بحب المواضيع هي اللي تفرض نفسها يعني وبطبيعه الحال الموضوع هو اللي بيجيب الضيف يعني في شخصيات معينه حسيت انهم اثروا فيك في الثقافه بتاعتك يعني على مستوى الثقافه ومستوى المعرفه الاب الروحي ليكي في الإعلام يعني؟ لا عامه ممكن يعني عامه يعني او بشكل عام الشخصيات حاسه انه مثلا كنت وانت بتكوني نفسك كي تكون اعلاميه كنت بتفضلي انت تتابعيه ما فيش حد بعينه يعني انا بتابع كل الناس كل الناس طبعا اكيد مميزه بس انا ما عنديش فكره ان يكون الحد اوحد هو ده لكن ممكن تاخدي من كل حد حاجه لا ما بحبش اقول اسامي بس لا وهو تحديدا اسئلته كلها عايز يخرج باسم فما فانا مش هديك الاسم ما تقلقش لا لو في الاعلام مثلا حتى نازله سيبك من اللي على الساحه دلوقتي لو من بتوعهم زمان مثلا في حد كده معين حسيت ان لا زمان كلهم زمان ما ينفعش تقولي حد وتسيبي حد زمان بجد كل حاجة كانت أكتر من رائعة مش إعلام بس إعلام وفن وكل حاجة فلا زمان كله بقى زمان ما أقدرش أقول اسم مش هقولك أي اسم بص أنت عايز تطلع باسم أنا مش هقولك أي اسم لا هو كل أسئلته عايز يخرج باسم لكن أنا مش هديك اسم بس هو بيضغط في النقطة دي